أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا حلف شخص ألا يبيع سلعة معينة إلا بمئة فباعها بأقل، هل يحنث؟ هنا إذا حلف لا يبيعها إلا بقيمة معينة فباعها بدون القيمة يحنث، أما إذا باعها فوق القيمة لم يحنث. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.